بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات اول حلقه ان شاء الله في الاصل مصري. ان شاء الله هيقدم معايا البرنامج زميلي محمد الغرباوي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا زين، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا محمد، احنا بقى لنا كذا يوم متوترين وعمالين الدنيا عمالين نحضر كل يوم كل يوم لغايه ما بقينا النهارده على اخرنا. خير، بس ان شاء الله تطلع حلقه حلوه. وكمان احب ارحب بالدكتور احمد عبد الرؤوف، الدكتور فيصل احمد عبد الرؤوف، استشاري جراحات ومناظير ومسالك بوليه وذكوره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك واهلا بيك. تقدر بقى تعرفنا بنفسك اكتر برضو؟ والله انا اسمي فيصل احمد عبد الرؤوف، مدرس بكليه بني سويف واستشاري جراحات المسالك البوليه والتناسليه في مستشفى جامعي بني سويف، وزميل الكليه الملكيه للجراحين في انجلترا. في المجال ده بقالي حوالي 13 سنه من 2008 لحد دلوقتي، وانا اعمل كطبيب مسالك بوليه. وشرفت بدعوتكم، وان شاء الله نقدر نفيد الساده المشاهدين. حضرتك نورت المدينه كلها والله. نورت المدينه والقناه والاستوديو. ربنا يخليك. تمام. طيب يا دكتور، عايزين ندخل بقى نتكلم عن المجال المسالك البوليه والامراض الاكثر شيوعا، في زي مرض البروستاتا وازاي علاجها. والله دي تجربت على طول في بدايه قويه على طول، البروستاتا على طول. والله البروستاتا فعلا من الامراض الشائعه، وفي افكار كتير جدا مغلوطه عند الشعب المصري بالنسبه للبروستاتا. فانا بستغل وجودي معاكم وعاوز اوضح بعض النقط للساده المشاهدين. بروستاتا يعني ايه؟ بروستاتا الاول، وايه الامراض اللي ممكن تنتج عن البروستاتا؟ طب هل البروستاتا دي تقتصر بس على كبار السن ولا لا؟ هل كل شخص عنده تضخم في البروستاتا ده محتاج علاج ولا لا؟ طب هل هناك موانع تمنعني ان انا اجري اي تدخل جراحي او عمليه لمريض بيعاني من امراض بروستاتا؟ دي كل اسئله قد تكون في ذهن المواطن المصري او المريض المصري لما يشوف يسمع كلمه بروستاتا. البروستاتا ده يعني حاجه بسيطه كده، هو جزء او عضو موجود في الجهاز التناسلي للذكر، موجود منذ الولاده. الطفل الصغير اللي لسه بيبي عنده بروستاتا، والراجل الكبير اللي عنده بروستاتا برضه. فما تفاجئش لما واحد يقول له انا عندي بروستاتا. عندك بروستاتا، كلنا عندنا بروستاتا. العضو دوت موجود في منطقه حساسه شويه، ان هو بيكون حوالين مجرى البول الخلفي. فاي مشاكل تحصل لهذا العضو قد تكون نتيجتها مشاكل اثناء التبول. طب هي ايه الامراض اللي ممكن تيجي في البروستاتا؟ ممكن تيجي في صوره التهابات، اي عضو في الجسم معرض يحصل فيه التهابات. طيب ايه تاني ممكن يجي في البروستاتا؟ المرض الاكثر شيوعا الاكثر انتشارا هو التضخم. طيب يا دكتور، هي لها سن معين؟ يعني المرض ده او الحاجه دي لها سن معين؟ ان شاء الله هقول لك دلوقتي النقطه اللي جايه ان شاء الله في حكايه سن البروستاتا دي. تمام. طيب المرض التاني الاكثر شيوعا اللي هو مرض تضخم بروستاتا الحميد. المرض التالت هو عباره عن سرطان البروستاتا. يبقى هم دول اكثر ثلاث امراض شيوعا. طيب لو مسكنا واحد واحد مثلا زي تضخم، زي مثلا نبدا باول حاجه اللي هو التهابات البروستاتا. تيجي في اي سن، واكثر السن شيوعا لمرض التهابات البروستاتا بتكون الناس الميدل ايج اللي هم شباب. ممكن بيسموه تحت مسمى احتقان بروستاتا، التهابات بكتيريه، التهابات غير بكتيريه. الاعراض بتبقى في صوره مشاكل اثناء التبول، يا اما حرقان، تقطيع في البول، دخول الحمام بصفه متكرره. ودي تبقى علاجها بسيط، علاجها في صورة أدوية مضاد حيوي لفترة من الوقت. دي بتبقى أسبابها إيه دكتور؟ والله زي ممكن أسألك سؤال مثلا، هو عين ممكن تلتهب من إيه؟ أسباب نفس الأسباب اللي تحصل التهابات في العين، التهابات في الزور، ممكن تعمل التهابات في مثلا في البروستاتا. قد يكون أي صديد أو الأملاح في البول ممكن تؤدي إلى التهابات في البروستاتا. زي تأخر سن الزواج عند الرجال برضو بتساعد على وجود التهابات في البروستاتا. السبب الرئيسي قوي مش معروف ايه هو، عشان كده بيتقسم تقسيمات كتيره، في بكتيريا وغير بكتيريا. يعني مش بسبب مش مثلا اكل معين، مش بسبب مثلا تلوث. لا لا لا، خلاص الموضوع ده كتلة بحثة، مفيش اي علاقه بين اكل وبين مرض بروستاتا، ومفيش علاقه بين اكل وان يمنع مرض بروستاتا. السؤال طب اكل ايه يا دكتور عشان امنع مرض بروستاتا؟ مفيش. الاكل يمنع والاكل مفيش. يبقى الموضوع ده خلاص يعني الاكل ملوش اي تدخل. عشان دايما سؤال كل شويه، اكل ايه اكل ايه؟ تقريبا الاكل هو بيعمل كل حاجه. لا، مفيش اكل معين. هو كمان يقولوا لك يعني ايه من قله شرب الميه، يعني في ناس بيقولوا لك كده شرب الميه عموما. هنتكلم عن العادات الطبيه او الغذاء الصحي. الغذاء الصحي محدش مختلف عليه. غذاء شرب الميه كتير ده عاده صحيه كويسه وتقي من امراض كتير جدا. بس الموضوع ده ملهوش لا مفيش. ممكن بس شرب الكحول وشرب الالكوهولز
ممكن يساعد شويه على الموضوع زي كده. تمام. طيب المرض ده يكثر انت في الشباب، يعني شاب اقول له عندك بروستاتا ما يقلقش، عنده اقول لك عندك التهابات في البروستاتا وهتاخد شويه علاج وهتخاف، ما يقلقش من الكلمه دي. مش مرض خطير اللي احنا نخاف منه خالص او نقلق خالص منه. خالص خالص مش مرض. ما هو ده بيتخض المريض لما يجي يقول لي يا دكتور انا عندي حاسس ان عندي التهابات في البروستاتا، او انا دكتور قال لي ان انت عندك بروستاتا وجاي مخضوض وخايف ويجي في دماغه 3000 تشخيص 3000 علاج، اقول له ده حاجه طبيعيه جدا، شويه علاج هنمشي عليهم فتره وهنبقى كويسين ان شاء الله وغالب وبيتحسنوا والحمد لله. طب المرض الثاني الاكثر شيوعا بقى اللي هو مقتصر بكبار السن، اللي هو بنسميه تضخم بروستاتا الحميد. ايه هو تضخم بروستاتا الحميد ده؟ عامه بيبقى منتشر في كبار السن بس. بصي هقول لك دلوقتي، هو تضخم بروستاتا الحميد هو بعد سن ال 30 بروستاتا بتكبر في الحجم، تبدا تزداد في الحجم بمعدل مختلف من شخص لشخص، بتزيد بمعدل مثلا لو انا متوسط يبقى جرام برير، يعني حوالي 1 جرام كل سنه، ممكن المعدل ده يزداد وممكن المعدل ده يقل، فالبروستاتا بتكبر في الحجم. قد يحدث، كلمه قد دي نحط تحتها تحت مليون سطر لان يعني مش مع كل الناس يحدث، قد يحدث نتيجه ازدياد او زياده حجم بروستاتا ان تعمل مشاكل اثناء التبول، ان هي وجودها زي ما قلنا مع حضراتكم بالظبط ان هي موجوده حول المجرى البول الخلفي تحت المثانه البوليه مباشره، فوجودها لما تكبر في الحجم ممكن تضغط على مجرى البول تخلي فيه مشكله اثناء التبول. المشكله دي ممكن تكون في صوره ايه؟ صعوبه في التبول، ضعف في تدفق البول، يجي المريض يقول لي يا دكتور انا بدخل الحمام بطول على ما اعمل الحمام، او البول يعني نازل ضعيف. يعني المفروض اول ما يلاقي الاعراض اللي حضرتك بتتكلم عنها دي يستشير طبيب على طول. برافو. دي عامله زي ضوء كده نور له، دي الارم، الارم ساين تقول لك في مشكله، في مشكله عندك، البول ده مش هو تدفق الطبيعي، سبحان الله في تدفق طبيعي كده للبول لرقم معين عندنا. الرقم ده لو قال يبقى في مشكله لازم تستشير طبيب، يكون ممكن الموضوع بسيط جدا. تضخم بروستاتا مع السن، مع كل تضخم، مع كل زياده عمر البني ادم بتكبر في الحجم، قد يحدث عنها امراض وقد لا يحدث عنها امراض. اكيد اول المفروض يعالجها بدري، لان لو اتاخرت اكيد هيبقى ليها مشاكل اكبر واكتر. بصي النقطه دي مهمه برضو عايزين نتكلم فيها. يجي مريض ما عندوش اي اعراض خالص، مجرد ان هو عمل اشعه تلفزيونيه وطلع في التقرير تضخم في البروستاتا، زياده حجم البروستاتا سي مثلا كاتبين 35 جرام، والطبيعي مثلا كاتبين في التقرير كده اب تو 25 جرام. يجي المريض تعبان جدا، ويجي المريض متضايق وزعلان وجاي يا دكتور انا عندي مشكله. ايه المشكله؟ قول لي شوف عندك التقرير اهو. ابص التقرير انا عرفت خلاص، قريت السؤال اللي في دماغه ان هو ليه كلمه ترجم التقرير ترجمه حرفيه وليه مكتوب كده بروستاتوميجالي تضخم في البروستاتا، دخل على جوجل ولا حاجه وشاف بقى كل الامراض وجاي بقى ايه مشحون بكميه افكار وكميه مخاوف رهيبه. قعد اساله اقول له انت عندك مشاكل في التبول؟ يقول لي زي ايه يا دكتور؟ يعني عندك حرقان؟ لا. بتقوم بالليل كذا مره؟ لا. البول بيقطع منك؟ لا. البول بيسبقك؟ برده لا. طب انت في مشكله اي حاجه تاني؟ لا. طب انت متضايق ليه؟ الرقم ده ولا تشغل بالك بيه خالص. يعني ايه يا دكتور؟ تقول له ما تشغلش بالك بيه. طب هي كبرت ليه؟ اقول له هي طب انت شعرك بيبيض لما تكبر؟ هي نفس القصه، هي عوامل فسيولوجيه طبيعيه بتحدث مع تقدم العمر، زي ما لما تكبر شعرك هيبيض وشعرك هيقع والكلام وجفاف هيحصل تجاعيد في وجهك، نفس الكلام يحصل عن بروستاتا. طب يا دكتور انا عايز علاج يمنعها. طب نمنعها ليه؟ ما هي مشاط. طب هقول لك في عندك علاج يمنع تجاعيد الوش؟ في عندك علاج يمنع تساقط الشعر؟ مفيش. فكلمه علاج بروستاتا مقتصر عن وجود اعراض، في اعراض يبقى انا محتاج استشير طبيب، في استشير طبيب. وحتى الامر الاعراض نفسها من قسمها، هل هي من درجه البسيطه؟ هل هي من درجه المتوسطه؟ هل هي من درجه شديده؟ وكل مرحله وليها العلاج المناسب وليها طريقه الايه التدخل بتاع المناسب بتاع. بس كل حاجه وليها علاج، فانت ما تكبرش، عندك اعراض استشير طبيب على طول. مفيش حاجه اسمها ان انا كده كويس والحمد لله، لان نقطه تانية كتير جدا، لان قلنا تضخم بروستاتا الحميد بيحصل فين؟ في تقدم العمر. تقدم العمر وكبار السن الناس غلابه يقول لك ده بسبب السن، بقى انا بقوم مرتين وثلاثه الحمد لله على كده. الحمد لله بابا مش على كده، لا في علاج لازم نشوف العلاج، لان انت عشان يقوم بالليل مرتين ثلاثه باليوم في الليل عشان يعمل الحمام، ده المشكله، هو راضي لان الموضوع بيجي ايه تدريجيا، مش فجاه بدا يقوم ثلاث مرات اربع مرات. ممكن مع دخول فصل الشتاء بيبقى حاسس ده العادي عشان احنا في الشتاء، او مثلا انا بشرب كتير فبيحس ان ده طبيعي، بيفسر الموضوع بتفسيرات تانية، اصل انا شربت بالليل كذا، اصل انا بريت، اصل
والمشكله بروستات او منك بالليل يا جدي او يا ابويا اكتر من مره، ده مش حلو عشانك، مش حلو عشانك، عشان هتقوم من النوم ونومك هيتقطع، فنومك هيتقطع مش هتاخد الثمان ساعات بتعودتك كاملين، هيتقطعوا، فهتلاقي اي من الصبح اليوم كله تعبان. او منك بالليل اكتر من مره هتاخد برد من دفى الرطوبة، ترجع تاني للدفى، تتعب بقى، ولازم يلجأوا من الموضوع معلش الدكتور بعد، بص يعني بعد فوات الاولاني ولا بيدوا لنفسهم، يعني اي مريض بيدي لنفسه تبررات كتيره جدا. عندنا الشعب المصري بيريفير دايما المشكله اللي عنده لحاجات مبررات تانيه، بعيد خالص انه عنده مشكله، مش مقتنع ان عنده مشكله، كل القصه ان انا ويخاف جدا من العلاج، يخاف من اول ما يسمع كلمه بروستاتا يقلق ويقول لك لا 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 ما عنديش حاجه، سيبوني من هنا، مشوني من هنا. بس يا دكتور حضرتك نروح بقى لنقطه ثانيه عشان ايه برضو يعني وقت حلقتنا، موضوع الاسباب وعلاج الحصوات. يمكن حضرتك وريتني صور قبل الحلقه وعمليات حضرتك عملتها بجد يعني حاجات حضرتك يعني عظيمه جدا. حضرتك اقوم كلمه بس عاوز اقولها قبل ما اسيب البروستاتا، هو ميثود بقولها لكل الناس، طالما في اعراض لازم تستشير طبيب، في علاج لكل حاله فيها علاج، مهما كانت الامراض اللي عندك، مهما كانت حالتك الصحيه، عندك قلب، عندك سكر، عندك ضغط، عندك كبد، اي كل حاجه وليها علاج. التقدم دلوقتي ما سابش حاجه الا مع من ما اتعملت، فتاكد ان ليك عندنا وسيله علاج من عمليه بسيطه في ساعه زمن وتروح في نفس اليوم من غير تدخل جراحي، من غير اي حاجه، وكل المخاوف اللي كانت موجوده عندك زمان الناتجه عن السلف السابق اللي هو الحق بروستاتا، مش هعمل بروستاتا عشان ما يجيليش سلس بولي، مش هلعب بروستاتا عشان ده بتموت في العمليه، ده نزيف فيه، الكلام ده دكتور مش موجود خالص خالص. بطمن كل الناس المشاهده المشاهدين، في علاج مهما كانت المرحله بتاعتك، مهما كانت حالتك الصحيه بتاعتك، اكد ان عندنا وعند الطب في علاج ليك، لان مرض البروستاتا هو مرض الكبار، تضخم بروستاتا الحميد، تضخم بروستاتا الحميد كبار السن، فهو طبعا احنا عارفين ان كبير السن ده ايه، هيبقى عنده امراض مصاحبه للموضوع دوت، هيبقى عنده قلب، عنده وقب. حتى احنا ممكن زمان كنا نخاف نعمل عمليه والراجل بياخد ادويه ضد التجلط، لا دلوقتي ممكن نعمل عمليه وما نقولوش ما نجبروش ان يبطل العلاج بتاع التجلط. الطب اتقدم فيها طبعاً، وطبعا حرام حرام حد يسيب حد له قريب كبير في السن ويعاني من مشاكل المسالك البوليه ويقوم ليل كذا مره والبول اللي يسبقه والكلام ده كله دوت، يعني عشان خوف خايف عليه زي الاطفال بالظبط، يعني زي ما دول عايزين مرعايه دول عايزين برضو طبعا لازم نراعيهم طبعا. نرجع تاني للسؤال، نرجع بقى للحصوات. الحصوات برضو، الحصوات يعني من الحاجات برضو المنتشره تمام. ممكن ناخد الاول لسه يعني بمناسبه اللي احنا قلنا زي ما الكبار عايزين اهميه الاطفال، يعني نتكلم برضو عن الحصوات عند الاطفال الاول. ما هي الحصوات بتحصل في كل الاعمار، يعني الحصوات بتحصل كل الاعمار، ممكن اطفال وكبار، صغار، سيدات، رجال، كل الناس معرضه يجي لهم حصوات. اعراضها بقى الاطفال، الاطفال بس لها كلمه كام كلمه كده مهمه في الاطفال. ان مشكله الطفل ان هو ما بيشتكيش، يعني الطفل الصغير معظم الحالات بتيجي نكتشفها بالصدفه، يكون عنده حرقان في البول، يكون عنده الم في جنبه، يكون عنده سخونه، يكون عنده بيرجع، ونكتشف ان هو المشكله عنده حصوه تمام. فدي مع الطبيب المعالج، ودايما بيجي لنا عن طريق طبيب الاطفال، دايما طبيب الاطفال هو اللي بيبعته دكتور المسالك. طبيب الاطفال لما لقالي طفل معين بيجي له التهابات متكرره في المسالك، اول ما الام يعني تاخد بالها وتلاقي حاجه معينه كده عند الطفل يعني غير السخونيه، لان السخونيه دي بتبقى ممكن تقول لك انا عنده احتقان، هتلاقي الطفل يقول لك الام تيجي تقول والله كل ما يتبول بيعيط تمام، عنده مشاكل اثناء التبول، او البول بتاعه لونه اغماء بقى لونه مثلا احمر، او دكتور بيصوت عياط، الم بسويت بيزعق، يعني الم المغص الكلوي بيبقى بنسميه احنا ستابنج بين، الم زي السكين، ده بيأثر عليه فيما بعد. لازم يتشخص صح، ولازم تعالج صح عشان نمنع مشاكل بعد كده، لان الطفل في مرحله نمو، الكلى في مرحله نمو، ما ينفعش نسيبها فيها حصوه فيها التهابات، لان الكلى دي مهمه جدا. وتاني حاجه، طالما جاله حصوه في سن صغير لازم يتفحص كويس جدا وتعمله تحاليل كتيره جدا عشان نعرف ايه سبب كده، ممكن يكون هي معرضه ان يجيله تاني. بالظبط، معرض يجيله حصوات تانيه اخرى، يجيله في سن الصغر دوت، غالبا بيبقى عنده حاجه بسميها ميتابوليك ديزيز او امراض معينه بتساعد على تكوين الحصوات. الحصوات نرجع لكلمه حصوات، الاسئله الكتيره جدا، دكتور الحصوه دي بتتكون من ايه؟
دكتور طب انا ازاي اتجنب وجود الحصى؟ طب يا دكتور انا عايز علاج يمنع تكوين الحصى. اقعد اقول لهم الحصوات دي عباره عن هي املاح، املاح الكلى بتترسب على الكلى. طبعا الكلى وظيفتها ان هي بتخرج كميات زايده زائده عن حد بسبب الجسم. برضو يعني برضو في اكل معين برضو هو اللي طبعا هي طبعا يعني في جزء منه طبعا دايت، جزء منه بسبب الاكل، وفي جزء منه برضو باستعداد الكلى نفسها عندها استعداد تكوين الحصوات. جينات وراثيه بتبقى في يعني؟ جزء منه برضو في امراض جينيه معينه، جينات ديزيز معينه بتبقى مصاحبه بتكوين امراض، وفي امراض مكتسبه. يعني الناس اللي عندهم جوت، الناس اللي عندهم النقرس زياده في املاح النقرس بيبقى معرضه كتير جدا يجي لهم نوع معين من الحصوات بيسموها يوريك اسيد ستون. الناس دي بنعالج الستون، لو ما عالجناش السبب بتاع الستون هترجع تاني. يعني السبب بتاع الستون هترجع تقريبا. يعني دكتور بسبب مثلا يعني المفروض يغسلوا الخضار والفاكهه بطريقه يعني كويسه جدا. ما هي كل الناس عنده حصى ما عندوش حصى يغسل الخضار والفاكهه. يعني بلاش يعني علاقه. في ناس لا، في ناس بتتاثر قوي من الموضوع ده في هيتاثر عموما. يعني الخضار والفاكهه طبعا النظيفه طبعا الطازجه مفيده جدا، حتى مفيده للي عنده للناس اللي بيقولوا حصوات. يعني سبحان الله الخضروات والفاكهه غنيه بمواد معينه بتمنع كلها بروتين بتمنع ترسيب الحصوات. أيوة. بتمنع يعني سبحان الله جسمنا زي ما عنده املاح بيفرزها بيفرز مواد معينه بتمنع ترسيب هذه الاملاح جوه الكلى. المواد دي ممكن تقل شويه فيحصل ترسيب الاملاح. طب ممكن اخدها من بره؟ الموجوده في الفاكهه، موجوده في حاجه مهمه جدا اسمها الموالح اللي بيسموها البرتقال والليمون. الناس بتخاف ما تقول لك دي موالح يا دكتور، ما مش هياكل موالح. المانجا يقول لك دي المانجا. المانجا فيها اكزايد. المانجا انا بتكلم على البرتقال او الليمون والليمون. ايوه البطيخ. الحاجات دي مفيده جدا، مفيده جدا، وفيها مواد اصلا بتمنع تكوين الحصوات. فيها ستريك اسيد ده او الستريت اللي احنا بناخده في طرق بكاوي فوار دوت، موجود في البرتقال. بس عمرها ما هتعالج يعني، هي تمنع لكن مفيش طبعا لكن عمرها ما هتعالج. لو هي عنده اي واحد يبقى عنده حصى ويقول لك انا اشرب فورات، انا اقعد اشرب بقى شعير وبقدونس الحصى تنزل، مالهاش علاقه. هو بيساعدك شويه على المنع. يعني مثلا يجي يقول لي انا شلت الحصوه، المريض جالي عنده حصوه، انا عايز حاجه تمنع تكوين الحصوه. طب نشيل الحصوه وبعد كده اديك حاجه تمنع تكوين الحصوه. طب ايه اللي يمنع تكوين الحصوه؟ والله بعد ما نعمل تحليل الحصوه بتاعتك اقدر اعرف نوع الاملاح اللي كون الحصوه دوت واقدر افيدك في نوع اللي انت هتاخده او الاكل اللي هتاخده. طب في معلومات عامه او في حاجه مشتركه بين كل الناس؟ في حاجات مشتركه او حاجات بننصح بيها المرضى بتاعتنا ايا كان نوع الحصوه بتاعتك، هتستفيد من الحاجات دي. ايه الحاجات دي؟ حاجات هنقطر حاجتين، هنقطر من شرب السوائل. لازم نشرب من 2 ل 3 لتر يوميا على الاقل سوائل، ونزود كمان اكل زي ما قلنا بالظبط الفواكه والخضروات من شويه، وهنقلل ملح الطعام. اكلك ما يبقاش كله مملح مخللات ومش عارف ايه والكلام ده، لا خالص. ونقلل ما نمنعش، نقلل شويه البروتينات والدهون. تمام. الاربع حاجات دول بتقي فيها حوالي تقريبا بنتكلم في 70% من اسباب الوقايه. يعني في اربع كلمات قلت لك تقريبا 70% من اسباب عشان يبقى الوقاية. المشاهد فهمنا دي وقايه لكن مش علاج. مش علاج، لا لا لا. وانس الحصوه اتكونت مش هينفع اعالجها بميه بالكلام دوت، خلاص. تمام. في معلومه تاني اقول للمريض يشرب ميه. تمام. يروح مثلا يشربها بطريقه خطا. ازاي؟ يا اما يجي الصبح مره واحده، يصبح الصبح يجي شارب مثلا مالي مثلا ازاي يعني لو شربت 3 لتر في اليوم ممكن يشربها لك مره واحده وباقي اليوم ما فيش ميه خالص. حبيبي انت كده ما استفدتش. انت الميه الكلى بتفرز املاح على مدار اليوم، على مدار الساعه كل شويه بتفرز، فانت استفدت دلوقتي بس، اكن باقي اليوم انت جسمك الكلى ما فيهاش ميه خلاص. لان ما ينفعش الجسم يخزن ميه، اي كميه ميه زياده بياخد اللي عاوزه والباقي بينزله. وبعد كده انا صايم، ما ينفعش. الكلمه الحاجه الثانيه اول ما اقول له اشرب ميه هو بقى يعني يزود شويه، يقول لك لا لا هو تقول لي 3 لتر انا بقى هشرب 5 لتر. برضو غلط. شربك في الميه كتير هيخليك تفقد بعض العناصر المهمه، هيأثر عليك بعد كده سلبي. الحمام فتره كتيره هيأثر عليك. فهي القصه كلها الاعتدال. الاعتدال. طب يا ترى في يعني طرق حديثه لعمليات الحصوات؟ بصي بقى دايما زي ما قلنا مجال المسالك البوليه كل يوم في جديد. والهدف دايما ان انا عايز اقلل خطوره التدخلات الجراحيه اللي احنا بنعملها. تمام. وزي ما احنا قلنا ان الحصوات متكرره، مش حاجه مثلا، مش زي مثلا واحد عنده زايده عمل زياده دلوقتي مش هتجيله تاني، او واحد عنده مراره عمل مراره مش هتجيله تاني. ممكن الحصوات كذا مره تاني. طبعا طبعا 25% من الناس اللي جات لهم حصوه بعد 5 سنين هيجي لهم تاني.
و50% في 10 سنين. يعني كل طب يا دكتور كل واحد جات له حصوه يحاول يعمل حسابه بعد 5 سنين هيجي له حصوه ثاني، ممكن يجي له حصوه ثاني او بعد 10 سنين. وكده بيبقى الجسم قابل لل في اسباب معينه الحصوات. ما قلت حضرتك في اسباب معينه بتساعد على تكون الحصوه تمام. احنا قلنا في اسباب نقدر نمنعها للحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. اصل حضرتك بتقول بعد 5 سنين يعني ده حاجه مؤكده. احنا قلنا 100%، احنا قلنا 25% هيجي لهم حصوات تمام، و50% بعد 10 سنين بعد 10 سنين دي فتره طويله. فعشان كده العلم دايما من ناحيه ان احنا نشيل الحصو باقل تدخل ممكن زي المناظير بالظبط. طب ازاي تشيل الحصو باقل تدخل ممكن؟ دايما القاعده بتقول الليس انفيزيف فالانفيزيف. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا لو عندي حصو في احتماليه تنزل بالعلاج خلاص يبقى بالعلاج، وده اللي بيحددها الطبيب اني حصو ينزل بالعلاج وان حصو مش بينزل بالعلاج. طب اني حصو هو العلاج لمده قد ايه؟ لمده مش كل يعني يجي المريض يقول انا عايز علاج للحصوه. ما لو كل حصوه لها علاج ما كانش كان خلاص لغينا كل العمليات ولغينا كل المناظير والليزر والكلام ده كله دوت وخلاص خد العلاج دوت خلاص. لا في نقطه معينه اقول لك خد علاج، نقطه معينه اقول لك لا ستوب احنا هنا محتاجين نعمل انترفنشن تدخل. طيب العلاج ما جابش نتيجه اخد المرحله اللي بعديها ايه؟ حاجه اسمها تفتيت. لو ينفع نعمل حصوه تفتيت. ايه التفتيت دوت؟ هو جهاز زي جهاز الاكس راي العادي الاشعه العاديه، المريض بيقعد عليه فتره نص ساعه ساعه لربع بيطلع بعض الموجات، الموجات من غير اي فتحه ولا اي جرح في الجسم ولا اي حاجه خالص، كانه المريض راح يعمل جلسه علاج طبيعي. ده لا دي حاجه جدا موجوده من زمان بس الناس برضو عندها مخاوف، عندها تخوف من هذه التدخل. يقول لك ما بتنظفش، في شويه مخاوف كده عند الناس يقول لك يعني احسن حاجه هي الفتح الجراحي. بالظبط. يعني عارفه يا عم ده شمشون الجبار اللي يهد المعبد على النوم. يا ريت لو ينزلوا لنا الصور بس بتاعت عمليات الحصوات. التفتيت الحصوات طبعا ده حاجه مهمه. يعني لو جت تفتيت ليه افتح بعد كده؟ عندنا حاجه اسمها المناظير، يا اما المناظير تدخل عن طريق فتحه البول العاديه وندخل بجهاز صغير جدا في كاميرا من قدام بنبقى شايفين الحصوه جوه، بندخل بجهاز جوه الكاميرا دي ونقدر نحددها نكسرها ونستخرجها يروح العيان برضو في نفس اليوم بدون اي تدخل تكسير. طب بعد كده حصو كبير، حصو كبير بعد كده ممكن نعمله ازاي؟ يعني اعتقد دي حصوه دي كان عنده عيان عنده حصوه حوالي 2 سم تقريبا وتم استخراجها عن طريق منظار البطن، منظار البطن برضو بنام بس ده بنستعمل منظار البطن برضو لاستخراج الحصوات الكبيره. في حصوات ممكن المناظير العاديه تكون صعب عليها شويه او تكون سو هارد مثلا ناشفه جدا فممكن استعملها عن طريق يعني هو المفروض يا دكتور حضرتك اللي يعني طيب السؤال اللي هو اللي يحدد نوعيه العمليه اللي هو المريض المفروض يعملها. لان في اوقات يقعدوا بقى يقولوا لك ايه لا احنا اللي نحدد انا مش مرتاح انا لل المفروض هو يعني لازم هنا بقى يعني في ثقه شويه بين الطبيب والمريض. لان انا بعالجك مش من دماغي وخلاص، انا بعالجك طبقا لدستور معانا زي ما في دستور بيحكم الامه في دستور بيحكمنا احنا. الدستور دوت مبني على قواعد طبيه علميه عالميه متفق عليها تتغير كل سنه ما ينفعش ان احنا نغيرها. يعني حضرتك قلت لي كل الحصوات دي كانت في شخص واحد يعني شخص واحد تم استخراجها من الكلى عن طريق استخدام منظار الكلى فتحه صغيره لا تتجاوز سنتي او كميه كبيره يا دكتور. طبعا ممكن اكبر من كده كمان في بعض الدول بيعملوا اكبر من كده 12 مللي بالظبط بيدخل عن طريق برضو حاجه في سمك الالم بالظبط كده وفي كاميرا اماميه بندخل جوه الكلى وببقى شايف الحصو امامي واكسره واطلعه. لو حصوه كبيره بكسرها جزء جزء وخلاص. طب ده في الصوره دي يا دكتور اطلعها ده دي بروستاتا دي بروستاتا اي ثينك بروستاتا دي بروستاتا اللي ممكن نعملها برضو عن طريق استخدام المنظار وممكن جراحيه. فانا بدخل مع المريض في ديسكشن بسموه شيرد سيرجن في الحجام البروستاتا الكبيره بقول للمريض والله في حل المنظار وفي حل جراحي لو ما عندوش موانع جراحيه ما في برضو في رغبه لو ما عندوش موانع طبيه تمنعه من اجراء جراحه واصر على جراحه ممكن اعمل له جراحه تمام. طب الافضل في الحاله دي الجراحه ولا المنظار؟ ما فيش افضل، مش كل الاوبشنز لها عيوب ولها مزايا. انا بشير السيرجن مع بدسكاس مع العيان وده قلت القاعده دايما الطبيه بتقول لك ايه الليس انفيزيف فالانفيزيف، يعني الاقل تدخلا فالاكثر تدخلا. يعني الاقل خطوره فالاكثر خطوره. في حجام كبيره معينه ممكن اعمل فيها جراحه لان يعني المنظار هياخد تايم كبير تمام او هيبقى التكلفه بتاعته اعلى كبيره.
او التولز اللي معايا يعني في التولز اللي معايا المتاحه مثلا في الثياتر اللي عندي. استاذن حضرتك يا دكتور، خلاص فقرتنا دلوقتي يمكن خلاص هنطلع فاصل، هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا بنكمل مع الدكتور فيصل احمد عبد الرؤوف استشاري جراحات ومناظير المسالك البوليه والذكوره، مدرس بكليه الطب جامعه بني سويف. اهلا بك يا دكتور مره ثانيه. اهلا بك. احنا ختمنا الفقره الاولانيه كنا بنتكلم عن الحصوات عند الاطفال وكده، نكمل برضو موضوع الاطفال. عايزين نتكلم عن مشاكل التبول اللا ارادي عند الاطفال، وخصوصا ان بتكتر قوي في الشتاء، فتره الشتاء، وبتبقى يعني بجد الام بتبقى في المواضيع دي بتبقى يعني محتاسه. والله هو موضوع كومن قوي وكتير قوي. عايز اقول لك نسبه تقريبا من كل 5 اطفال داخلين عليا غالبا بلاقي 2 عندهم المشكله الواضحه، مشكله التبول اللا ارادي. ودايما استاذن حضرتك في حاجه، يعني اول حاجه المفروض الام تستشير الطبيب من اول ما يبقى عنده كام سنه وتحس ان ده اسمه تبول لا ارادي. تمام. لان اوقات بيبقى سنه صغير قوي وده بيبقى طبيعي، المفروض هي تدربه، وبعد كده بتقلب الموضوع بمرض، فهي بتبقى فاكره ان ده عادي برضو يعني. طيب هو يعني الاول التبول اللا ارادي للاطفال اللي انا هتكلم عليه اللي هو بنسميه احنا مونوسومتوماتيك نكتونال نيوريس، يعني الطفل طبيعي جدا يا دكتور ما عندوش اي مشاكل خالص، مشكلته لما يجي ينام بيعمل حمام. دي مختلفه تماما لو الطفل هو صاحي عنده مشاكل. لو هو صاحي عنده مشاكل برده في التبول دي حاجه تاني خالص، ودي محتاجه بقى ايه فحص من اول يوم من اول يوم تلاحظيه فيها، لازم محتاج تشاور الطبيب. من اول سن كام؟ اول سن يعني بعد ما سن ما الطفل عنده 2 سنين او عن 3 سنين والبول ليل ونهار في مشكله، لا هو صحي في مشكله، دي مشكله لازم تستشير الطبيب، لان غالبا بتبقى نتيجه اسباب عضويه في المسالك البوليه. ممكن عنده حصوه على فكره يجي بمشاكل في التبول برضه. خلاص هو طفل كده طبعا من 2 سنين. في اطفال عندها طبعا، ما قلنا في اسباب الحصوات حاجات جينيه، حاجات جيناتك ديزيز مولود بيها. تمام. لكن اللي انا اقصد بيه اللي احنا اللي هو يشغل بال المشاهدين عندنا واللي هي مشكله كومن اللي هي بنقول عليه مونوسومتوماتيك. يعني ايه مونوسومتوماتيك؟ يعني هو ما عندوش اي حاجه خالص، كومبليتلي نورمال، جاست في الليل بيعمل حمام، يقوم من النوم عامل حمام. امتى المشكله اهتم بيها ومحتاج علاج؟ بس وانس الطفل اقدر ادربه بدري كل ما كان كويس، يعني طول ما الطفل يقدر يستوعب معايا واعلمه يتدرب كويس عشان ما يبقاش عنده ارتخاء في العضلات. مش حكايه ارتخاء، حكايه ان هو تحكم الكامل في البول بينتهي عن طريق ايه؟ الدماغ، ادراك. فانا بعوده دايما من صغره ان هو يروح التواليت، ان هو يبطل البامبرز دوت از ايرلي از بوسبل. يعني هو طالما الطفل بيقدر يستجاوب معايا ويقدر يسمع الكلام وروح كذا وهات كذا اشيله البامبرز. نسبه ان الناس بتطول في البامبرز، هي بيقول لك لا انا هاخده بقى بدل ما يروح بره ومفيش تواليت في بره اركب له بامبرز، والطفل يعمل على فكره ده البامبرز. بيتاثر عليه نفسيا طبعاً. طبعا والطفل بيستسهل بعد كده. انت وانس الطفل بتاعك يبقى بقى واعي ويقدر يستجيب لتعليماتك ويقول لك اعمل وتقول له كذا وكذا، لا ارجوك دربه دايما يدخل حمام، دربه يقعد على التودلر، دربه ان هو يتحكم في الموضوع دوت. طيب انا عملت التمارين دي كلها يا دكتور وبعد كده لغايه برضه ما زال اقول له هستني شويه عن سن 5 سنوات. ليه سن 5 سنين؟ لان ده سن المفروض يحصل نضج كامل لمراكز التحكم في البول في الدماغ. بعد سن 5 سنين والموضوع مكمل، لا لازم استشارة طبيب عشان نقدر بقى نشوف المشكله فين ونقدر نعالجها. يعني هو ليه علاج؟ طبعا طبعا له علاج خلاص، ولكن دايما عشان بس الامهات بيخافوا قوي ياخدوا، يعني ممكن تدي له علاج لكل حاجه تيجي عند الموضوع ده تقول لك انا خايفه عليه مش عارفه ليه، تخاف وتاجل وتاجل لغايه ما هو نفسه يجي تبقى تعبانه. وبعدين تقول لك المشكله مره كل اسبوع، مره كل اسبوعين، مره كل شهر، كل الكلام ده مش مقبول. بالذات بيبقى عنده يعني حاله احراج جامد لما بيكون بيت بره البيت او خجل. ده بيبقى بالظبط الطفل بيدخل في حاجه اسمها ايزوليشن، يعني الطفل حاسس نفسه ناقص عن باقي اقرانه، يدخله مشكله نفسيه، حاسس انه ايه انطوائي، يبعد الطفل، يدخل في مشاكل تانية. بالظبط يدخل في مشاكل تانية نفسيه. فلازم لازم الموضوع ده يتكشف بدري ولازم يتعالج بدري. طب هو فعلا حكايه المثانه عنده لما بتكون صغيره دي طبعا متهيألي ما فيهاش بقى علاج ولا حضرتك بصي زي ما قلت حضرتك في الاول احنا بنقول ايه؟ مونوسومتوماتيك نكتورنال انيوريس، يعني مرض ما عندوش اي حاجه خالص الا
التابو الارضي بالليل. اللي انت بتقولي دوت صغر حجم المثانه او عدد المثانه ضعيفه او الكلام ده، هيبقى عنده المشكله دي ليل ونهار. يعني هو صاحي عنده مشكله، هو نايم عنده مشكله، لان مفيش مرض بيجي بالليل. طب صغر حجم المثانه ده ليه علاج؟ كل حاجه ليها علاج، بس احنا قلنا عايزين ديفاين نقطه معينه. اللي عنده صغر حجم المثانه هيبقى عنده مشكله ليل ومشكله بالنهار. انا بقول لك معظم المشاكل اللي عند الامهات بقول لك بالليل، بالنهار طبيعي جدا، مشكله بالليل. وبرده السؤال ده مهم، لان هو اللي بيجي عندي متخيل ان الطفل عنده مشكله تماع عضويه قويه انا هعالجها له. انا بقعد اسال الام بالنهار اخباره ايه، ماما بتقول لي كويس جدا، مفيش اي مشكله خالص، بروح الحمام بروح الحمام، بيتحكم في البول بيتحكم في البول، المشكله امتى؟ لما بيجي ينام. خلاص اقولها الكلام بتاعك دوت عشان انت سمعتي بره كلام كتير جدا، مفيش عنده لا صغر مثانه ولا العضله ضعيفه ولا الصمام مش عارف ايه ولا الكلام ده. طب حكايه شرب سوائل كتير قبل النوم دي ليها علاقه برضه؟ بقى طبعا هي دي بتاثر عليها. هي بقى علاج التباول الارادي يا جماعه، يعني المفروض تمنع في المية شرب. انستراكشنز يعني ايه؟ يعني تعليمات هقول لها للام، تعليمات دي تمشي عليها وجزء بعد كده عليك تعليمات وعلاج ثم متابعه هيخف. علاج من غير تعليمات مش هيخف. الام دايما بتبقى جايه متهيئه ان في حقنه معينه او قرص برشام معين هيديه للطفل، حاجه سحريه كده، حاجه سحريه عصا موسى بقى، حاجه سحريه هيديه للطفل من هنا ينتهي دايما من هنا، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. اكيد مع الصبر وعايز وقت العلاج، يعني ده سلوك. يعني اقول لك بالظبط، طفل صغير اتاخر في المشي، اتاخر في المشي او اتاخر في الكلام، راح للدكتور تخاطب هيقول له تعليمات ويقول له نصايح، مش هيتكلم تاني يوم، مش هيتكلم بعد لا هياخد فتره، لان بشتغل على الادراك، بشتغل في السلوك. انا بشتغل المشكله عنده وانا نايم، الادراك هنا فيه مشكله خلاص، فانا بشتغل على النقطه دي. طب انا هتعودها ازاي؟ انا عايزه البرين ده المفروض كان يتعلم من نفسه عند سن 5 سنين يمنع الموضوع ده لوحده، يمنع الموضوع لوحده، يعني مش هيسمح للمثانه ان هي تنقبض وتفضي المساء وتفضي البول الا في اليقظه. الماني اللي سبحان الله، بس ده مش هيجي غير بعد تدريب. بالظبط، لازم تدرب. تريننج، يا كل القصه كلها تدريب. يعني تدريب. لازم تكون الام واعيه من اول بالزبط. اصلا ما يتولد. عايز اقول للام كلمه، والله يا ماما ابنك احنا نعالجه، ان هو يعالجه ازاي؟ هو مش هيقوم دلوقتي بنفسه يعمل حمام بالليل، هنعالجه ان هو يقوم الصبح مش عامل، يعني لازم هي تتعب شويه برضه، تساعده او تدربه او تهمله. اهم حاجه منع السوائل تماما، يعني عمره ما هيقوم لوحده ويروح بالزبط. الحمام لوحده زي بالظبط. اقول لك نضرب مثال، واحد ظبط المنبه كل يوم عشان يقوم يصلي الفجر الساعه 5 الفجر، يظبط المنبه اول يوم، ثاني يوم، بعد شهر من غير منبه صحى لوحده خلاص، صحى لوحده اتعود. ليه بقى؟ هو بس هو نايم، هو عنده النيه، نايم وعنده الاراده ان هو عايز يقوم. ايوه تمام. النيه والاراده هتيجي ايه؟ بتعليمات انا قايلها للطفل قبل النوم، ان هو يفضي ميه قبل النوم. يعني المفروض احنا برضو طول ما الطفل ابتدى يبقى كبير ويفهمنا، المفروض نقول له علشان ما تبقاش مثلا مبلول بالليل والكلام ده، وهو بالذات بيبقى متضايق. والنقطة الثانية، مفيش تعنيف للأولاد، لأن غصب عنهم، يعني مفيش أم تقول ده أنا بضربه، في ناس بتبقى كده. لا، حالته النفسية كده على فكرة هتسوء. هو غصب عنه، النوم معلوش سلطان، هو نايم، هو صاحي، لا هو نايم، ما عندوش، هو نايم، أنا بتحكم في نفسي. أنا عايزة أقول قبل ما تلومه تلوم نفسها، يعني هي كانت هي اللي صحيت وهي اللي هي اللي اهتمت بيه، هي اللي بالتأكيد. هي القصة كلها موضوع منتشر، منتشر. طيب يا دكتور، علاجه بسيط بس بتعليمات، مفيش حاجه. يعني ما في ام تجي لي بعد اسبوع من العلاج والتعليمات خفت، انا عايز ابطل علاج يا دكتور بقى عشان انا كده، لا مش لسه بدري. هو انا هكون ادراك عندك عند الطفل بابنك في اسبوع؟ يعني عنده مشكله بقى لها 5 6 سنين هتتحل في يوم؟ طب المفروض قبل ما ينام بكام ساعه يبطل بقى ياخد اي سوائل؟ بصي، هو الصح عموما احنا بالليل جسمنا بالليل مش محتاج ميه اصلا، شرب السوائل بالليل دي عاده غير صحيه بالذات في الشتاء. ده للسليق، للحلو والمش الحلو. ما انا لو شربت ميه كتير بالليل هضطر اقوم بالليل كذا مره اعمل حمام، صح؟ بالتاكيد. هو ماني بالليل كذا مره برضه مش صح، زي ما قلنا قبل كده هيقطع نومي، هيقطع مش عارف ايه الكلام ده. فشرب السوائل بالليل عموما مش مفضل، فانا بقول للطفل من 3 ل4 ساعات قبل النوم ما تشربش سوائل. مفيش داعي. مفيش داعي للسوائل، هتلاقي الطفل بقى بالليل كلهم، لان دايما نومنا متاخر. الام بتستني الاب لما يجي من بره عشان يتعشوا مع بعض وياكلوا مع بعض، ويقعد بقى يعني تسالي بقى وكلام زي كده، وقدام التلفزيون شرب كل السوائل دي كلها الجسم مش محتاجها اصلا. عشان كده اول جسم ما نام عمل ايه؟ خلاص جه مفضي كل الكلام ده في المثانه لانه مليان. تيجي تقوم تقول لي طب يا دكتور همنعه شرب السوائل بالليل، ما كده غلط، هيتعب. اقول لها لا مش هيتعب، والدليل الجسم لو عايز الميه اللي شربها مش هينزلها على نفسه، طالما نزلت
في المثانه البوليه يبقى ده الفائض. الله ينور عليك، ده الفائض على حاجه جسمه. هو اصلا ما كانش في حاجه في حوجه ليها، ولكن الاطفال دولت بيجي لهم حاجه اسمها عطش كاذب او رغبه ملحه للشرب بالسوائل بالليل. تلاقي مثلا قام طب استاذن حضرتك يا دكتور، في اتصال من ام ملك من الجيزه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن لو سمحت اتواصل مع دكتور؟ ايوه اتفضلي، ايه سؤالك؟ لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده 8 سنين. تمام. بس هو ما كانش بيعمل حمام خالص. هو الحمام وصل معاه من 5 سنين. ووديته لدكاتره كتير وعرضت على دكاتره كتير بس ما فيش اي نتيجه مع العلاج. يعني هو ما كانش بيعمل يعني. وابتدى يعمل هو عنده 5 سنين؟ تمام. طيب ماشي. ماشي شكرا. السؤال شكرا. تقريبا هو الطفل عنده 5 سنين تمام صح؟ ابتدى يعني من كان الاول ما بيعملش. ما هو احنا قلنا عند سن 5 سنين هو ده الايه؟ انت لسه معانا يا ام ملك؟ خلاص طيب. ماشي أوكي. خلاص هي قفلت. عشان نقول الطفل ما كانش بيعمل خالص لازم يعدي على الاقل خلاص 6 شهور ما عملش خالص. يعني فات 6 شهور كان يعمل مره كل شهر، مره كل شهرين اسمه برضه بيعمل. ده كان كده في تاثير عليه. خطأ. لا يعني تشخيص ان هو في حاجه اسمها برايمري وفي حاجه اسمها سكندري. سكندري يعني هو برايمري من بدايته بيعمل، ولا هو ما كانش بيعمل خالص وبدا يعمل دلوقتي؟ بص يا دكتور، هو كان عنده 8 سنين، هو عنده دلوقتي 8 سنين. ابتدى يعمل هو عنده 5 سنين. يعني بقى له 3 سنين دلوقتي. ما هو تقريبا برضه كان بيعمل قبل 5 سنين، بس كان بيعمل على فترات متباعده، كل اسبوعين، كل 3 اسابيع. فما كانتش بالنسبه للام ملحوظه تقول لك ده عادي النهارده انا مشرب ميه كتير ولا حاجه زي كده. طيب القصه هي قالت نقطه، مش فيش علاج جايب نتيجه، لان هو التعريف نفسه مش واضح عند ست. التعريف هو اضطراب سلوكي مش مرض. احنا قلنا هو ده مش مرض، ده اضطراب سلوكي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هو بالنهار طبيعي جدا، بالليل بيعمل. يبقى المشكله كلها بالليل، هو ما بيصحاش من النوم يعمل حمام. ليه ما بيصحاش من النوم بيعمل حمام؟ ما تعودش على كده، الدماغ ما تعودتش على كده. مفيش رعايه. عايزين نعملها تريننج، عايزين نقولها يا ام ملك ارجوكي امشي على التعليمات كويس جدا، ثم العلاج، ثم بعد كده هتلاقي نتيجه. التعليمات تقول يا ماما من 3 لـ4 ساعات. معانا مكالمة يا دكتور. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معايا؟ معاكي ريا بالاسلام من اسنا الاقصر. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بحييكم وبحيي ضيوفك وبحيي صراحه فريق الاعداد المحترم وقناه صحه وجمال، بصراحه اللي بتستفيدونا بحاجات كثيره والله يا فندم. متشكرين جدا يا استاذ رجب. حضرتك بالنسبة معي بنت سنها 9 سنين دائما بتتبول على نفسها في حاجة أنا حاسسها إن في يوم بتضرب أو نضربها أو حاجة كده بتزيد أكتر. طب ليه بتضربها ليه؟ بنضربها عشان الحاجة دي برضك. لا لا المفروض ما تضربهاش، يعني ده عندها 9 سنين، ده لسه يعني صغننة كده ومفروض نفهمها بالراحة. طيب ما انت عارفه في الصعيد عندنا الله يبارك فيكي طبعا الحاجه دي بنعتبرها ايه، انت عارفه كانها جريمه والله يا استاذه. لا ده جريمه ولا حاجه ان شاء الله. مش جريمه ولا حاجه يا حاج رجب. طب في حاجه ثاني؟ نعم. في حاجه ثانيه يا استاذ رجب؟ لا الله يبارك فيك، بس يا ريت الاقي حاجه افاده من الدكتور، يا ريت يا رب. ربنا يبارك فيكم وتشكر والله يا فندم. طيب بنشكرك واسمعنا من خلال التلفزيون. طب تقريبا السؤالين قريبين قوي من بعض جدا. يعني احنا قلنا الضرب مش هيجيب اي نتيجه خالص، بالعكس هيجيب نتيجه عكسيه. وهي مش بمزاجها خالص، هي لا بالعكس هي عايزه تقوم كويس، عايزه تبقى كويسه جدا، ولكن غصب عنها. قلنا وهي بيحصل وهي نايمه مش وهي صاحيه، والنوم زي ما قلنا معلوس اي سلطان خالص. يعني اول حاجه في العلاج يبداوا بيها مفيش حاجه اسمها بانشمنت، مفيش حاجه اسمها عقاب. دي اول حاجه. في حاجه اسمها تيجي بالمسايسه نبدا نتابع. التشجيع يعني ايه؟ يعني انا هقول للطفل دلوقتي ان احنا ما نشربش ميه قبل النوم بـ3 ساعات تمام. 3 ساعات ممنوع شرب اي سوائل من اي نوع، وفضي المثانه قبل ما انام خلاص، وثم اخد العلاج اللي هيقول لك عليه الدكتور ونتابع. اشجعها لو مشت على التعليمات دي كويس وما شربتش ميه وسمعت تتكلم فعلا، اجي تاني يوم الصبح اشجعها. دي مكافاه كده. لو عملت لا ما سمعتش الكلام وشربت ميه غصب عنها، اجي تاني يوم الصبح امنع عنها مكافاه معينه كنت بديها لها، مصروف يومي معين او بخروجه معينه همنعها من الحوار ده. يعني نبدا هو كلامه بيقول عندها 9 سنين، يعني اكيد هي مدركه هي بتعمل ايه، فهو بتبقى متضايقه كلها. يعني احنا ممكن يعني ممكن ده يدخل في عند او نفسيتها تعبت فكده بتعاند مع والدها غصب عنها. هي عندها نفس الرغبه اللي عند الاب بالظبط. كنت لسه هقول لك هي يفهموها
وعلى فكره الموضوع ده فعلا كومن، انا بيجي لي بنات فعلا على جواز وفي ستات متجوزه بالفعل وعندهم نفس المشكله. خلاص الاب عايز حاجه او الام تيجي لي العياده عايزه حاجه معينه دلوقتي، يصحى دلوقتي مش هيصحى دلوقتي. احنا زي ما ضربنا بمثال اللي بيظبط المنبه بيصلي الفجر كل يوم بعد شهر على الاقل محتاج، مش محتاج منبه، هيقوم لوحده، هيقوم لوحده ونتعود. نفس الفكره انا بكون في لينك معين جوه دماغي جوه مركز التحكم ان هو يتعود يصحى من النوم قبل ما يعمل الحمام. القصه كلها ان ما اديش فرصه للمثانه تتملي بالليل، لو اتملت بالليل هيفضل ان هو مش هيقوم لوحده دلوقتي، او من لوحده ياخد فتره. معانا تليفون يا دكتور. اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معايا؟ عمر مع حضرتك فندم عمر النشار. اهلا يا استاذ عمر، سؤال حضرتك. بلديتي بلدياتنا. اهلا بكل بني سويف. خصوصا من الناس اللي مشغول فيها بامانه شهاده لله. الصوت قطع. لا الو مع حضرتك. ايوه ايوه مع حضرتك الدكتور فيصل، شهاده لله عن الناس اللي مشغول فيها ومحافظه بني سويف. شكرا لك يا ماما. اللي بيكتب عند حضرتك كده بيعمل عمليه مفاجئه وكده ومن اول حرف ده بعد ما مر بسنين ثلاثه علاج وحضرتك ربنا يزيد هو شرف لي ربنا يزيد يا دكتور رفيق. ربنا يخليك يا ماما، ربنا يكرمك. ايوه والله حضرتك الشاشه وشرف المحافظه كلها. ربنا يخليك يا حبيبي. ماشي بنشكرك. تمام. الرسالة اللي عايز أقولها في الموضوع ده، الموضوع فعلا شكله كبير يا جماعة، ما تعاقبوش الأطفال. الموضوع ده الأطفال غصب عنه، اللي أنا هعمله مع الطفل إن أنا هعوده إن ما يعملش حمام على نفسه. أعوده زي أمنع كل السوائل بالليل أرجوكوا 3-4 ساعات قبل النوم، تفضي المثانة قبل ما ينام. وفي علاج بسيط جدا بيتم كتابته أما عند أي طبيب، العلاج لوحده مش هيجيب نتيجة. لو انت مهتم ان العلاج لوحده هيجيب نتيجه، او حقن عند حد او برشامه عند حد هتمنع الموضوع ده، مفيش لا عندي ولا عند غيري ولا موجود في اي كتاب. هو ده جزء منه علاج سلوكي، ان انا لازم امشي على التعليمات دي وان شاء الله كتير جدا بيخفوا ويبقى تمام جدا وما عندهمش اي مشاكل، الموضوع بينتنسي تماما. بس اهم حاجه تاني بكرر تاني، تعليمات ضرب لا، مفيش علاج سحري. خلاص ما تخليش يا ماما تقول الطفل همنعه ازاي يا دكتور قبل النوم 3-4 ساعات. تقدري تمنعيه، حببيه في الموضوع، قول له هنمشي عشان كذا عشان كذا هنعمل كذا عشان ما نقوم كويسين بابا يفرح بيك وكذا وكذا، مش هنشرب ده وده وده، اربطي له ده بده. تمام. لكن الام دايما ما تبقاش مقتنعه اصلا، تقول لك اصل ولاد خالته ولاد عم واخو صغير بيشربوا ما بيعملوش، الطفل ده غير ده، كل حاله بنعالجها لوحدها. الطفل اللي بتقولي عليه دوت عنده مركز التحكم ده نضج في ميعاده، هيقوم من النوم، اكيد ابنك لسه شويه، فاحنا هنعوده وان شاء الله هيبقى كويس. زي الطفل الاخر في الكلام اتكلم والاخر في المشي مشي، ابنك برده ما عندوش مشكله عضويه تمنعه ان هو يعمل الكلام دوت، مع الوقت هيجي مع الوقت، بس مفيش اهمال، في متابعه. في متابعه. تمام يا دكتور. طيب قبل ما تتكلم قبل ما تقول سؤالك، احب اقدم تهنئه لزميلتي ساره جمال وعريسها احمد صلاح. النهارده ان شاء الله فرحهم، اقول لها يا رب تدخلي كده حياه سعيده يا رب كده تبقي فرحانه ومتهنيه يا رب. كلنا بنهنيها طبعا، وفريق البرنامج والاعداد طبعا بنهنيها طبعا بيهنيها، وربنا يوفقها في حياتها. امين يا رب. الف مبروك يا ساره. تمام. نرجع تاني يا دكتور، ايه هي انواع السلس البول عند السيدات وازاي نعالجها؟ تمام. السلس البولي ده انواع متعدده. تمام. في سلس بولي لو ست تيجي تشكي تقول لي يا دكتور والله انا اول ما بحس ان عايز اعمل حمام ما بقدرش استحمل، لازم اجري جري على الحمام، وممكن كمان قبل ما اوصل الحمام بعض قطرات البول تهرب مني في الملابس. ليه علاقه اولا بالسن؟ يعني السيدات اللي سنهم كبير مثلا بيجي عندهم اكتر ولا يعني السن اكتر شويه معين. ولكن بيحصل في كل الاعمار، ده بالعكس النوع ده اللي بقول لك ده ممكن يجي اكتر في الايه؟ في السن الكبير. في المتوسط. لا في المتوسط. في المتوسط. السن المتوسط اللي هو بنسميه احنا ليه علاقه يعني برضه بالتشايلد بيريد اللي هي فتره الحمل والرضاعه والكلام ده كله. ليه علاقه بكتر الحمل مثلا؟ اللي هو كتر الحمل النوع الثاني بقى.
النوع الثاني لما تيجي الست تيجي تقول لي ايه بقى؟ يا دكتور انا ما عنديش مشكله، المشكله لما اعطس او اكح او احزق جامد البول يهرب مني، بعض قطرات الماء تهرب مني. طيب ده نوع وده نوع، خلاص؟ لو مسكنا النوع الاولين اللي هو بنقول عليه سلس البول الايثاري، اللي هو فعلا بتبقى محرجه، الست محرجه فعلا فجاه مش بتلحق التواليت، وممكن يعملها مشاكل نفسيه ان خايفه تتعامل مع الحياه الطبيعيه اللي ممكن في اي وقت البول او على فكره يا دكتور فاضل لنا دقيقه فعايزين نلم الموضوع، هو موضوع مهم طبعا. طيب جدا هنلمه كده ان شاء الله. طيب لو قلنا السلس البولي دوت ده له اسباب كتيره، من ضمن اسبابها ممكن يكون التهابات، ودي اشهر سبب يحصل، او حاجه اسمها سنه عصبيه. الطبيب طبعا اللي بيفرق عن طريق بعض الاشعه او التحليلات، وكل حاجه ليها برضو زي ما قلنا علاج. لكن السبب الثاني اللي هو ما يتحزق او تعطس او تكح الماء تهرب، غالبا بيبقى ناتج عن ضعف في عضله الحوض، ما بتعملش سبورت معايا للمثانه البوليه، فبيحصل تهريب لبعض قطرات الماء. ودي برضو ليها برضو علاج منه، علاج تحفظي في صوره تمرينات او تعليمات اقولها للمريضه، ممكن تتحسن بعض الحالات البسيطه، ولكن الحالات المتوسطه او الحالات الشديده ممكن تحتاج تدخل جراحي في عمليه صغيره جدا برضو، بتتم عن طريق فتحه المهبل، نركب شبكه ونعمل تقويه لعضله الحوض. تمام. في الاخر كل حاجه ولها ان شاء الله خير. شرفنا يا دكتور معانا. شكرا يا دكتور. حضرتك ليك يعني كنت حاجه عايز تقولها لزمايلك في نهايه الحلقه؟ طبعا لازم اشكر كل زمايلي في المنظومه الطبيه كلها على اللي بيعملوه واللي هيعملوه في مواجهه طبعا الكورونا والكوفيد 19. بصراحه هم بيعملوا مجهود عظيم ومجهود كبير، وبحييهم، وبدأوا بالمغفرة والرحمة لزملائنا الأطباء اللي هم توفوا في نضالهم، وأخص بالذكر زميله الدكتور إبراهيم شعبان ابن بلدي اللي مات في سن 40 سنة، هو برضو بيكافح المرض دوت. وأقول للناس برضو المصريين والشعب بتاعنا تمام، والمصريين بتاعتنا إن هم أحييكم على الكمامات اللي بتلبسوها، ولكن أطلب منك تلبس تاني، لبسك الكمامة صدقة، صدقة بتمنع نقل المرض لحد تاني. بنشكرك يا دكتور. صدقة. بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، ودمتم في امان الله. نشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين الساعة 4 من 4 ل 5 باذن الله في الاصل مصري. شكرا.